ينكسر الزجاج فينتهي الصوت بسرعة، وتبقى قطع الزجاج تجرح من يلمسها. كذلك الكلام الجارح ينتهي ويبقى القلب يتألم طويلا، فلا تجرح أحدا بالكلام. علمتني الحياة ألا أتوسل لأحد، فمن يريد البقاء معي سيبقى مهما كانت ظروفه، ومن يريد الرحيل عني سيرحل لأتفه الأسباب. فلا تجبر أحدا على التمسك بك، واحفظ لذاتك كرامتك. لا تندم على علاقة كشفت لك دناءة أشخاص عاشرتهم طويلا، كن حذرا من أمثالهم مستقبلا، ولا تغير حياتك من أجل شخص، بل غير 1000 شخص من أجل حياتك. تعيش الأغنام طوال حياتها خائفة من الذئاب ثم يأكلها الراعي، كن حذرا ممن تمنحه الثقة وتظنه صديقك وهو عدوك. احفظ كرامتك، لا تكن ثقيلا على أحد، الذي يريد التمسك بك لن يتركك حتى لو كنت كومة أخطاء، والذي لا يريدك سيتخلص منك حتى لو كلف الأمر أن يتعمد فهمك خطأ. أنا بخير لأنني توقفت عن منح الفرص لمن لا يستحقها، لأنني كبرت على محاولة التعايش لإرضاء الجميع، ولأنني لم أعد أهتم لما يقوله الكثير عني. لا تكره أحدا حتى ولو أخطأ في حقك، لأن كل من يسيء تسيء له الدنيا. واشفق على من يظلمك، لأنه سيقف عاجزا أمام تسويات الحياة. لم أكن عدوتك، لكنك حملتني من العذاب ما لا يحمل إلا لعدو. لا تكن دائما واضحا مع الجميع، فوضوحك أحيانا يكون نقطة ضعف لديك. احتفظ بكثير من الغموض كي تبقى أوراق قوة بين يديك. احذر من امرأة لا تعاتبك ولا تتصرف بانفعالية معك، فهي تنسج النهاية على مهل. حين لا تعاتبك المرأة دليل على يأسها منك، وحين تيأس ترحل عنك. الأفعال هي التي تؤكد صدق المحبة، أما الكلام فالجميع يتكلم.